بعيدا عن الخزعبلات، في مصادر كتير ادتنا فكرة واضحة عن الطب في مصر القديمة. البقايا البشرية، المومياوات، كل اللي اتدون من نقوش على جدران المعابد، والأهم والمصدر الرئيسي البرديات الطبية. بردية كهون أقدم بردية طبية اتكلمت عن أمراض النساء، حوالي 10 برديات. إدوين سميث على سبيل المثال، بردية إبرس فيها حوالي 877 وصفة طبية. ممارسة الطب ابتدت مع معرفة المصري القديم بفنون تشريح الجسم البشري، وطبعا ده حصل بسبب التحنيط. في الفيديو ده هنتكلم عن بعض أسرار المصري القديم الطبية، وهنعرف إزاي وليه كان بيتم التحنيط. لو أول مرة تسمعني، أنا خلود الجمال، دكتوراه في الآثار المصرية. أتمنى حضرتك تدعمني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. بدراسة أحد المومياوات الفرعونية، عرفنا أن الطبيب المصري القديم أجرى أول عملية جراحية تعويضية في طب الأسنان، محاولة لإعادة أحد الأسنان لمكانها وحفظها من السقوط. ربطهم مع بعض بسلك من الذهب، حاجة كده شبه تقويم الأسنان حاليا. من بردية برلين اللي بترجع لعام 1350 قبل الميلاد، عرفنا أن الطبيب المصري القديم كان بيشخص نوع الجنين. كان بيوضع بول السيدة الحامل على الشعير والقمح، فحلنبة الشعير خلال عدد من الأيام بيكون المولود ذكر، فحلنبة القمح بيكون المولود أنثى. حتى كرسي الولادة اختراع مصري قديم. التخدير والبنج مش اختراع حديث، المصري القديم من 4000 سنة كان بيسحك الرخام ويخلطه مع الخل، والعلم الحديث أثبت أن مسحوق الرخام عبارة عن كربونات الكالسيوم، مع خلطه مع الخليك الموجود في الخل بينتج من التفاعل حمض الكربونات، واللي بيستخدم في التخدير الموضعي. كمان الطبيب المصري القديم عرف التخدير بالوغز. التحنيط خلاهم بارعين في التشريح، عرفوا الشرايين والأوردة، عرفوا النبض، في نص بيقول إن القلب بيتكلم عن طريق الشرايين، عرفوا مواقع النبض المختلفة في الجسم، وربطوا بين النبض والمرض. وصلوا لمعرفة جميع أجهزة الجسم حتى الجهاز العصبي، ربطوا بين الخلايا العصبية وأجزاء الجسم المتصلة بكل خلية، واستغلوا ده في وغز الخلايا بإبرة، فبيحصل تنميل وتخدير للجزء المتصل بيها، بنسميه دلوقتي الإبر الصينية. حتى الحقن ابتكار مصري قديم، كان بيستخدمها لإدخال السوائل في الرأس وتجاويف الجثة أثناء عملية التحنيط. أول ما نستخدم الخيوط الجراحية لخياطة البطن بعد استخراج الأحشاء. بعد كل التفاصيل دي هنتكلم عن التحنيط. في البداية هنعرف ليه المصري القديم كان بيحنط الجثث. صحيح المعلومات الكتابية اللي سابها المصري القديم عن التحنيط قليلة، لكن بتفضل مصدر مهم، بالإضافة لسجلات الكتبة والمؤرخين اللي زاروا مصر في أواخر عهود ازدهارها، سجلوا كل اللي شافوه وسمعوه عن التحنيط. وطبعا العلم الحديث قدم معلومات قيمة عن طرق التحنيط والمواد والعقاقير المستخدمة، وده من خلال تحليل المومياوات كيميائيا. طيب السؤال هنا، ليه أصلا المصري القديم كان بيحنط الجثث؟ لأنه زي ما آمن بالموت آمن بعودة الروح والحياة مرة تانية. كان في اعتقاده أنه عشان الروح ترجع للجسم مرة تانية لازم تتعرف على الجسد، فبالتأكيد كان لازم يحفظه سالم علشان تعود الحياة ليه مرة تانية. بتستغرق عملية التحنيط 70 يوم، وبتتم في 6 خطوات. تبدأ عملية التحنيط بوضع جسد المتوفى في حوض الغسل، وغسله في وضع طولي بملح النطرون. الخطوة التانية بيتم نزع المخ والأحشاء، لأن السوائل من أهم أسباب تحلل الجسم. بيتم نزع المخ عن طريق آلة نحاسية طويلة شبه سنارة الصيد، وعن طريق فتحتين الأنف بيخرج نسيج المخ بعد ما يتم تقطيعه لقطع صغيرة، أو بيعمل فتحة خلف الرقبة. وبعد ما ينتهي من الرأس بيتم نزع الأحشاء من فتحة في الجانب الأيسر من البطن، بيخرج الرئتين والقلب والمعدة والأمعاء والكليتين والكبد، وبيحطهم في ملح النطرون، وبعد تكفيفهم بيدهنهم بزيت الأرز ويلفهم في الكتان، وبيحطهم في أواني خاصة بالأحشاء أطلقوا عليها الأواني الكنوبية، ما عدا القلب والكليتين، بيرجعهم بعد ما بيعالجهم للجسم مرة تانية، في اعتقاده أن القلب ليه دور كبير أثناء محاكمة المتوفى في العالم الآخر، لكن لحد دلوقتي ما نعرفش أسباب إرجاع الكليتين للجسم مرة تانية. الخطوة الثالثة بيحط مواد الحشو، لفافات من الكتان فيها ملح النطرون، بيحطها داخل الفراغ اللي في البطن والصدر، لأن جدار البطن لو فضل متعلق في الهواء بدون ما يكون أسفله شيء هيتعرض للتصدع والانهيار. أحيانا كان بيتم نزع اللفافات دي وتكون مؤقتة، وأحيانا بتفضل لفافات دائمة. الخطوة الرابعة التكفيف،
مدتها 40 يوم. بيوضع المتوفى على سرير مائل علشان أي سوائل تنزل منه، وبيحطوا فوق الجسد كميات كبيرة من ملح النطرون. الخطوة الخامسة صب الزيوت والدهون زي الراتنج وزيت الأرز وشمع النحل، وفي النهاية بيقفل فتحات الجسم الثمانية، وبيتم تخييط فتحات التحنيط ووضع العين الحامية عليها. الخطوة السادسة التكفين، صبغ الوجه، وضع باروكة وصنادل وحلي، لف الجسد بالكتان، لمسة جمالية للمومياء، قراءة التعويذ ووضع التمائم، وآخر خطوة وضع القناع على وجه المتوفى. صحيح التحنيط كان متاح لكل الطبقات لأنها عقيدة عندهم، لكن جودة التحنيط والمواد اللي استخدموها كانت مختلفة تبعا لكل طبقة. يعني استخراج الأحشاء كان للطبقة العليا فقط، لكن الطبقة المتوسطة كان بيتم تزويب الأحشاء وبيستخرجوها من الجسم على هيئة سوائل. والنوع الأخير كان للعامة والفقراء، كان بيكتفوا بتكفيف الجسم بملح النطرون، وطبعا ده أدى لتحلل معظم المومياوات. في النهاية لازم نقول إن المصري القديم أول من مارس الطب بأسس سليمة، لأن التحنيط خلاه على دراية بالخصائص التشريحية لجسم الإنسان. كمان البرديات الطبية أكدت إن المصري القديم برع في كل العلوم الطبية، أمراض العيون، أمراض النساء، معالجة الكسور والعظام وعمليات الختان. حقيقي الحضارة المصرية القديمة مش بس أهرامات ومعابد،